لكن هتوصل سيد وصل سيد. يلا يلا لكن نام علي لا تمروا على الأسفل. ايه وانت كمان هاجي خلني شو قال لي رح راجي مرضيك يا سيدي وطي صوت القلب الجو وصل عند الجيران شو سيد؟ يا حرادي كيف جيت السيد؟ كيف جيت من بوستو؟ ولك يا قصدي ليش جيت السيد؟ لا جيت لعند فرجة من انها السويعير هودي لك يا سيدي ايه سيد؟ هيدا سيدة وهيدا من اللي يعني سيدة وهيدا يعني لطلعين نخلقي هيدا حبيبي القديم ايه؟ هيدا سيدة خطيب القديم والله لحنا دي موتيك يا عم موتيك عشما يعملوا هون ببيتي هودي زيارة زيارة؟ زيارة ايه يعني؟ سيد طول بالك انت ليش معصوب؟ ليه معصوب؟ والله هيك يعني انت شي بفشش الخلق يعني قال عني ايه عشو؟ لك كيف سيدي معك؟ أنا كيف؟ والله والله منيحو تعمل لها شي 50-60 بالتانك بس اصل هلا معرفتك لا انت حق لسا عور انت انت يا حنفوس شد بوزك لتفا بس اصل معرفت لهلا عش عم بيعملوا بيتي هود السوعير اشبك السيد ادم قال اسهك يب اشتقولي الجميع اشتقولي ايش تقولي بس اسا هلا راح في شيء اشتعل معك تو يا سيد عم تقول سيد مين قصدك بده يسالنا يعني حبيبتي دودة لا لا حبيبتي دودة اسا امك وامه راح تشتعلكم عن جد دودة هيدي هيدي ملك الشر هيدا بيحرق دين الغيمة بيقضيها تتنزل ماي من السماء تتروي الأرض ويطلع منها نبت وتصير شجر وتكبر ويطلع منها خشب تيعملوا فيها تبوت العبر بيك وستك وأمك وجدك كل سنتك انت ويولا ايه يا سيد كمان لالك ونحق ايه سيد شو عملت يا خي طول بالك أهلا بدك تقول باي انت لازم تقول باي الحياة موتى موتك سيد موتى موتك سيد موتى موتك سيد اش عملت سيد جلسنا سيد السيد ما بينعمل فيك ضربة سيد روبين. عم نعمل فيك ضرب عم نمزح معك سيد هي كاميرا خفية للتلفزيون سيد لك وينين الكرو كل هون المخرج هونيك نبيل هالسيف لك وينو بصفر لك لك وينين قاعدين ناطرينك اشعبت سيد اشعبت انا عارف انه هيدا الكاميرا الخفية فكرك انه لو 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 من الكاميرا الخفية كنت حرق دين موتيهم من اول شيني وانت لحقتك بدعر منهم عشو وعنو المخرج تبعكم هذا المخرج انا هذا الاصلعوني ايه الاصلعوني هذا اللي قرأته ما تبصبيش ايه اسا اول مرة بشوف مخرج مينو مخنفس شعروت وربط ليهم وصلين للعرض اسا يا حضرة المخرج ما بدك ياني قول باي للكاميرا بلا قول باي للكاميرا يا رح الا باي للكاميرا ويني ردي موتي وروحوا هاي عم تبي حطوه الحلو الشيء هون الشمس بعد الاخبار ايه بغير رمحته بدي اوسه